طبي وبدلاء الفرقتين نقول لحضراتكم عليهم. المحلة عشان عبد الحميد شبانة اللي بيتعالج، وائل زنجة في حراسة المرمى، مرسي عبد اللطيف ومحمود صلاح وعمرو علام وأحمد مجدي وسيد صالح والبسيوني محمود. أما بدلاء نادي الزمالك فمحمد عبد المنصف وعمرو عادل وابراهيم صلاح وصبري رحيل وحازم إمام وأحمد فتحي بوجي وناشئين في منتخب الشباب تحت 20 سنة. جماهير نادي الزمالك والله برضو ورا فرقتها نادي الزمالك طبعا ساقوا بعض يعني بلغة كرة القدم عشان ينقلوا الكرة عشان ما تتفقدش. جماهير طبعا الزمالك حط